ترى سعر البيتكوين ممكن يوصل $150,000، كلش ممكن هاي السنة. راح أشيلكم ليش؟ لأنه أكو أشياء منطقية وقراءات سهلة اقتصادية يعني للسوق ممكن تدعم هذا الرقم أو رقم مقارب له. فخلينا نسولف الموضوع بالأرقام والدلائل بعد الفاصل القصير. الآن أوكيكس باللغة العربية لنجعل التداول أكثر سهولة وتواصلا، تداول عالمي بلمسة عربية. أوكيكس منصة تداول الكريبتو هي ثانية بالعالم من كل النواحي بعد باينانس، والآن متاحة أيضا باللغة العربية، إضافة مهمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. رغم أنه أنا يعني عندي هواي اشتراكات بغير منصات، بس يعني 80% من تداولي هو على أوكيكس لأنه مرتاح وياهم، يعني سهلة وخدمة العملاء يساعدوني بسرعة. ولما تشترك من رابط موجود عندي بالوصف عندك أوتوماتيكيا تحصل على صندوق بجوائز بالكريبتو توصل $10,000. بس حتى إذا مو هذا الرقم $10,000 تحصل على فد هدية، فما بيها شيء، تقدر تشترك بقى تربح في جائزة حلوة وحشينا عليها بالتوفيق. نرجع على بيتكوين اللي هواية كانت تنتظر انه بعد الموافقة على الـ ETF يصير $1,000,000. اوكي مو مليون، يعني يصعد هواية، صعد لـ 49,000 ونزل خلال اسبوعين الى اقل من 39,000، والان يتراوح بين 41,000 و $42,000. طبعا هواية انزعجوا وخاب املهم، وهواية يقولون الموضوع هو جراي سكيل وبدأ تبيع وهذا سوى هذا الشيء بالسوق. بس جراي سكيل شركة حولت تراست مالتها البيتكوين اللي كان بصعوبة تسحب منه إلى شنو؟ إلى ETF، هذا أسهل أن تسحب منه، وعدهم كل شوية بيتكوين. لما صار الـ ETF الناس سحبوا فلوس من عنده وباعوا، اللي هو أسباب تكلمت عليها سابقا ما نريد نعيد نصدر، وباعوا مليارات وهذا نزل السوق. يمكن، ليش أقول لك يمكن؟ لأنه إذا تشوفون الصناديق الأخرى كلها زادت، عندنا بلاك روك وحدها صار عندها $2,000,000,000 بالبيتكوين بصندوق الـ ETF معاتهم، هو صندوق واحد من 11 صندوق. فهاي المليارات اللي تطلع من جراي سكيل كلها دا تتوزع على باقي صناديق. فكر بيها، ترى كلش ممكن إنه بلاك روك حتى الآن مدى يشترون بيتكوين، لأنه تجيهم كلها جاهزة من جراي سكيل. يعني من يبدون يشترون ممكن السعر يتغير. الناس تشوف مليارات بدها تطلع من جراي سكيل وتخاف وما تفكر انه هذا مؤقت، بس يعني حتى اكو محللين بدوا يتكلمون على البيتكوين يوصل 20,000. طبعا كل شيء ممكن، بس انا ما اشوف هذا. احنا بعدنا ما شفنا عمليات شراء ضخمه اللي متوقعه مستقبلا. اولا خلينا نحكي شنو اللي سبب الهبوط عدا جراي سكيل، لانه اذا جراي سكيل يعني بيتكوين مالتهم تروح بلاك روك وانفسكو فديلتي، السعر ليش دي ينزل عبر السنين؟ هذا بهذا الوقت يصير، لان اولا عندنا بالصين سنه جديده تبدي يعني بالصين، والناس يبدون يشترون ويقدمون هدايا مثل كريسمس، واذا بالصين عندهم $1,500,000 يعني تخيلوا شو يسوي بالسوق. هذا رغم انه يعني ما صار كل سنه تقريبا، بس هذا متعودين عليه. هذا سبب مهم. وايضا قبل ما احضر الفيديو انا كنت قاعد احضر الضرائب مالتي، وراح احتاج ابيع بيتكوين وكريبتو حتى اسدد ضرائب. فوين دا اسوي؟ قلت اوكي هذا معناها اكو ناس مثلي ايضا راح يدفعون ضرائب بامريكا، لانه منا الشهر الرابع عندنا ناس لازم تدفع ضرائب. وهاي اذا تستثمر بالكريبتو يعني معقده جدا، لازم تدفع عليها، ما يسحبوهم من عندك اوتوماتيكيا، مو مثل الراتب. فشوفوا مع الموافقه على الاي تي اف هذا فتح السوق ل $30 تريليون تقريبا. ممكن هواي ناس يدخلون من عندها، بس عندها مؤسسات مثل فانغارد ويو بي اس وميريل لينش، هذول مؤسسات مالية ضخمة رفضت سماح لعملائها بالدخول بالاي تي اف. هو شيء غريب، يعني يو بي اس سمحت اتصور القسم عندهم، بس هو شيء غريب، ليش ما سمحون؟ تش عليك شلون استثمر فلوسي؟ هذول بالنهاية لو يطلعون العملاء من عندهم او يسمحون بها ويخلون الناس تشتري وتستثمر هاي الصناديق. يعني هاي ما تصير يوم وليلة. طبعا الحسابات المنطقية تقول انه الشيء الاساسي اللي يدفع البيتكوين للصعود موجود، صناديق الاي تي اف موجودة متاحة للشركات للحيتان، جراي سكيل دي يقل البيع مالتها وبالنهاية راح يوقف، وعندنا اف تي اكس اللي باعت المليار هاي انتهت، وهاي كانت سبب مهم للهبوط. شو بقى عندنا محفز يعني كاتاليست لصعود البيتكوين؟ عندنا الهافينج جاي. هافينج المعدنين راح يحصلون نص
البيتكوين اللي كانوا يحصلوه قبل يعني من قبل ابتداء من شهر الرابع هاي السنة. إذا المعدنين ما يصرف لهم لو ما يبيعون لو ما يشتغلون ما يصرف لهم إنه يعدنون لأنه دي خسرون. بالمقابل عندنا ناس يريدون بيتكوين، عندنا مستثمرين يريدون بيتكوين. البيتكوين قليل بالسوق، منصات بها قليل، المعدنين ما عندهم أو ما يبيعون ما يصرف لهم. شو يصير؟ طلب كبير عرض قليل، أساسيات اقتصادية سهلة. عندنا هاي المؤسسات تكلمنا عليها اللي ترفض لعملائها الدخول، إذا فتحوها لعملائها اللي راح يعترضون يعني يقولون هاي فلوسنا، أنت شعلك أنا وين أخلي فلوسي؟ إذا خلوها يعني هاي 30 تريليون أو 1-2% بهاي الصناديق نتكلم عن 30 مليار دولار. وأيضا عندنا موضوع سعودية وقطر أكو إشاعات راح يدخلون فد 40 مليار. مارك يوسكو مدير مورغان كريك ديجيتال هذا يقول يعني يقول السعر يصعد لما المعدنين ما يصرف لهم يعدنون والطلب موجود، ولما السعر يصعد الناس بدي يشوف اوكي هذا السعر ده يصعد فخلينا نشتري. والسعر العادل يقول البيتكوين حاليا 50,000 دولار، واذا ما ضاعف هذا السعر ما راح يصرف المعدنين، لذلك السعر الواقعي هو خلينا نقول 100,000 دولار بعد الهافينج. بس يقول هسه عندنا مصاريف تحويل كبيره واوردنالز وهي شغلات، يقول خلينا نقول 80,000 دولار السعر العادل مو 100,000، يقول حاليا 40,000 دولار هذا جو 80,000. بس لما يبدي يصعد لهاي الاسعار شوي شوي يبدي يصعد، شو جماعه الفومو الكلام يبدي انه البيتكوين راح يوصل 200,000 و300,000، فالناس تشتري تقول ما نريد يفوتنا ما نريد نفوت يفوتنا هذا الشيء. وفجاه شوف البيتكوين يصعد 130-150,000 على الاقل لفتره وجيزه، وراح يصير هبوط قوي للسعر يعني للسعر العادل، ينزل أقل من السعر العادل بس وراها يستقر على 70-80,000. يقول هذا يصير دائما الشهر السادس ورا الهافينج تأثير الفومو وتصعد 2x أو 2.5x، يقول خلينا نقول 1.5x هذا معناته قريب 130-150,000. فعندنا أسباب اقتصادية واقعية ممكن توصل بيتكوين هذا الرقم، أضيف له أيضا الفائدة اللي ممكن تنزل وتصير دفعة قوية للسوق. ويعني هاي قراءات وتوقعات وتحليلات قرأتها وسمعتها جمعت بيها معلومات عندي من السابق وطلعنا بهاي الأرقام. بحكوا لي هل هذا منطقي؟ مو توقع مع يعني يعتمد على معطيات واقعية؟ لو هم تقولون بيتكوين راح ينزل لل 20,000 و12,000 كتبوا لي بالله. Carry on. Why don't we question things instead? Why don't we move on from a system that is clearly broken? Why should we trust these guys? Why do we continue to pay them to use what's ours? Why should we stick to the broken ways when we now control how to buy, sell, and trade what's ours? Even that. Why do we just accept that companies will do whatever they want with our data? Why don't we change everything? The system doesn't need an update. It needs a rewrite.